هلا انت حكيتي مع السيد احسان مشان يزيد راتب ابي؟ ايه. ليش؟ شفقتي على ظروفنا لهيك حكيتي يزيد الراتب؟ شو قصدك؟ يمكن صابتك صدمة وقت شفتي وضعنا بالبيت، يمكن سألتي حالك كيف ممكن الواحد يقدر يعيش بمدخول قليل لهالدرجة. بالمناسبة ما كان لازم تحكي مع السيد أحسان عن هالشي، بس يعني أمي وأبي انبسطوا، ما بتتخيلي قديش حبوكي. أكيد بعد ما لاقي شغل إلي بشركة تكون منيحة ومعروفة وقتها ما رح يضطر بابا ليشتغل كمان. بدي أسألك سؤال، ليش بتاخد موقف من كل شي؟ أنا ما فضلت عليكن بشي ولا طلبت من بابا يعمل شي. العم صابر موظف قديم كتير عنا، وبابا كتير مبسوط وراضي عن شغله. أنا برأيي هو بيستحق زيادة كبيرة على الراتب، لهيك بابا لحاله زاد له الراتب. بالحقيقة بابا عم يفكر يعرض عليك منصب عنا بالشركة. أول ما العم صابر يرجع على الشغل أكيد رح يلاقي لك شغل هونيك. إيه حكى معي السيد أحسان بهالموضوع. إيه وإنت شو كان رأيك؟ ليكي سارة، أنا ما بدي أي توصية من حدا، أنا بدي لاقي وظيفة بتعبي ودراستي ومهارتي بس. خبرني أعمل مقابلة الأسبوع الجاي. بالتوفيق. شكراً.